مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين متابعين لعب 12 والشرقية، حلقة جديدة، متابعة مهمة بعد فاصل قصيرة. أتمنى تظلون ويانا. الشيء المفرح أنه الحياة ترجع للرياضة بالموصل، ومحافظة الموصل بعد تحريرها من داعش أكيد تحتاج إلى ثورة ونهضة بكل شيء بمختلف المجالات، بمجالات الحياة، لأن هذا الشعب اللي عانى من ظلم داعش بالتأكيد لازم نأخذ بإيده ولازم نعاونه. وبما أنه احنا حديثنا رياضة، فبالتأكيد عودة الروح الرياضية وعودة الرياضة أو عودة الروح للرياضة في الموصل راح يساهم بشكل كبير بعودة الحياة بالموصل كلها بشكل عام. اليوم حلقة مخصصة عن رياضة الموصل، هذه الرياضة اللي بيها شباب يتمنون فعلا أنه يعودون إلى حضن الوطن رياضيا، يلعبون، يستمتعون، يتنافسون، يقدمون كل شيء يريدوه ويقدرون عليه في سبيل أنه الحياة تعود إلى الموصل. وأقصر طريق وأفضل طريق وأسلم طريق لعودة الحياة للموصل بشكل عام هي عودة الرياضة. في الفترات الأخيرة كان أكو كثير من البطولات، المباريات الودية اللي احتضنتها محافظة الموصل بعد التحرير، وكان أكو مناسبات التم بيها شباب المحافظة بألعاب مختلفة. اليوم راح نشوف الموصل بعد التحرير بالإضافة إلى كرة القدم، طبيعي تلعب فيها مباراة كرة القدم، لكن راح نتفاجأ ونشوف أنه أكو مباريات وبطولات بالتنس، بكمال الأجسام، بألعاب القوى، كلها راح نتابعها بحلقة اليوم اللي هي شيء بسيط لأهلنا بالموصل، لشبابنا بالموصل، للرياضيين اللي سووا هذه المباريات وهذه الفعاليات والبطولات بأوضاع صعبة جدا يعانون منها وببنية تحتية مدمرة تماما. لكن نشوف اكو تنس، اكو كمال اجسام، اكو العاب قوى بالاضافه الى كره القدم. خلينا نبدا بالحديث الاهم والمتابعه الاهم عن عوده الروح للرياضه في الموصل باول التقارير مع زيد السراج. فرح كبير عم الشارع الموصلي مع عوده الحياه الى مدينتهم، وإن لم يكن بشكل كامل مع الدمار الذي أصاب الركائز الأساسية. والرياضة جزء مهم من عناصر المجتمع، وبها يعود النبض إلى الجسد ويلتئم الجرح مهما كان عميقا، لما فيها من أمور أسمى عابرة للطائفية والقومية والحزبية وتتغلب على الخلافات والمشاكل. ومحافظة نينوى فيها من الرياضيين الأبطال الذين مثلوا الأندية والمنتخبات وكانوا نجوم الرياضيين يشار لهم بالبنان، وساهموا مساهمة كبيرة بتحقيق إنجازات مهمة للعراق. هي اليوم ثاني أكبر المدن تحاول أن تنهض رياضيا من جديد من خلال تنظيم المسابقات والبطولات والكرنفالات. ومشوار الألف ميل يبدأ اليوم بأول خطوة وعلى صعيد جميع الألعاب، ومنها كرة القدم وفريق المحافظة، والذي دائما ما كان رقما صعبا لكل الفرق في الدوري مع جمهوره المميز، وكذلك بقية الألعاب كألعاب القوى وكمال الأجسام وفرق التنس وبقية الألعاب الأخرى الفردية والجماعية، والتي بدأت تعاود نشاطها تدريجيا أملا بالوصول إلى مراحل متقدمة. ورغم الظروف الصعبة وغياب المنشآت الرياضية النموذجية مع تحطيم كل شيء من قبل الإرهاب، والذي طالت يده اللعينة الأماكن الحيوية ومنها قاعة ألعاب نينوى، أبناء المحافظة لا زالوا يناشدون وزارة الشباب والرياضة بضرورة مساعدتهم ببناء المحطم وترميم الأماكن التي لم تدمر بشكل كامل، وكذلك الاتحادات الفرعية بممثلياتها، والتي تطالب اللجنة الأولمبية بضرورة صرف المستحقات المالية المجمدة منذ أكثر من 3 سنوات. وما بين الواقع المرير والطموح الكبير عمل مهم يجب أن يستمر به أبناء الرياضة هناك، مع ضرورة تفعيل الدور الحكومي لكي تتضافر كل الجهود خدمة للصالح العام.
وحتى يستفيد الجميع من المنجزات إن تحققت. زيد السراج للاعب 12. إذن نبدأها واحدة واحدة وبشكل مباشر وسريع. رح نعرض لكم الألعاب ولقاءات كثيرة مع أهل الشأن لكل لعبة، لكن أولا خلينا نتابع الموضوع الأهم والاستراتيجي اللي هو يمثل القاعدة اللي هي البنية التحتية للألعاب والرياضات، قاعة نادي عمال لينوى. إذا يسمح لنا سيد علي باقر المخرج نطلع بالصورة ونشوف هذه القاعة المدمرة بالكامل. قاعة كانت تئن تحت براثن داعش اللاعنة. تابع الفيديو. هذه قاعة نادي عمال نينوى، القاعة الرياضية المغلقة. صور بالتأكيد اللي مر على هذه القاعة من لاعبين ومدربين يعرف قيمتها ويعرف أهميتها، لأن خيرة نجوم الموصل اللي مثلوا منتخباتنا الوطنية أكيد مروا بهذه القاعة مهدمة مدمرة بشكل كبير وكلي. اليوم أكيد وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان يعرفون هذه القاعة، لاحظوا الوضع المأساوي وأهميتها. عودة هذه القاعة وبناء قاعة جديدة، أو يعني هي فعلا على الصورة اللي نشوفها نحتاج إلى قاعة جديدة تماما لكي تعود الحياة إلها. أهم شيء الآن أمام وزارة الشباب والرياضة، أمام اللجنة الأولمبية، هي بناء هذه القاعة، لأن هاي القاعة بيها يد وبيها طائرة وبيها سلة وبيها مصارعة وبيها جيدو وبيها كل الألعاب اللي ممكن أن تلعب تحت قاعة. صور مأساوية محزنة، لكن مثل ما يعني قال قبل شوية زيد السراج بالتقرير، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وهذه الخطوة الأولى أنه إحنا نعيد القاعة. وضع محزن ومؤلم جدا، قاعة مدمرة بالكامل. على أنقاض هذه القاعة نقدر خلال إحنا 5 أشهر 6 أشهر بعقود سريعة الأجل نبني قاعة جديدة تضم كل هذه الألعاب حتى يرجع شبابنا ولاعبينا ومدربينا ينضمون تحت هذه القاعة يمارسون كل الألعاب الممكنة داخلها. صور حزينة جدا، وهذه الخطوة الأولى اللي راح نحاول نظل إن شاء الله باللاعب 12 نتابعها و يعني نستمر بالعمل عليها، انه نشوف قاعة نظامية، قاعة جميلة جدا نتابعها. خلينا نذهب للمعنيين عن هذه القاعة، رئيس نادي عمال نينوى وسيد محمد صالح عضو الهيئة الإدارية لنادي عمال نينوى، يتحدثون عن القاعة المهدمة واتصالاتهم مع وزارة الشباب والرياضة والمعنيين لإعادة بناء القاعة الرياضية. نتابع. بعدما غياب 3 سنوات عن النشاطات الرياضية الموجودة في الموصل، لكن الشرقية أبدت كل ترحيب وظهرت نشاطات المحافظة 2 الرياضية كافة خاصة في هذه الأيام. فنحن من منبر الشرقية نسأل مسؤولي محافظة 2 كبداية على اهتمامهم بالرياضة، لكون لحد الآن لم نرى أي شخص تابع الرياضة في الموصل أو جاء شاف البنية التحتية مع الأندية كافة معدومة من وراء ال3 سنوات الذي استغلوها الدواعش وابتعاد الرياضة أصحاب شأن الرياضي عن الرياضة. يطرح مشكلتنا، مشكلة هذه القاعة المغلقة لنادي عمان نينوى. وفعلا نحن نشاطاتنا كلها كرة السلة، محتاجين إلى قاعة، لا يوجد قاعة في الموصل. فإحنا نلعب في الدرجة الأولى إن شاء الله، وعندنا شباب وناشئين، احتلينا المركز الثاني بالنسبة للشباب والناشئين المنطقة الوسطى ونهائيات العراق في 3 في 3، لكن لا ليس لدينا قاعة للتمرين. نناشد السيد وزير الشباب والرياضة
بالدعم لأندية الموصل وخاصة نادي عمان نينوى الرياضي الذي يعاني ما يعاني من الأحداث التي جرت في محافظة نينوى. ولحد الآن لم نرى أي مسؤول من وزارة الشباب والرياضة أن يزور محافظة نينوى ويطلع على منشآتها الرياضية التعبانة التي لا تفي بالغرض. وحاليا نحن سوف نبدأ من الصفر ونرجو مراعاة وزارة الشباب والرياضة على هذه الأندية. نناشد من خلاله من خلال قناة الشرقية المسؤولين عامة وبالأخص وزارة الشباب أن تشوف وضعنا كمحافظة نينوى وبالأخص نادي عمان نينوى الرياضي. احنا مثل ما تشوف قاعتنا مدمرة بالكامل نتيجة لأعمال الإرهابية ما قبل التحرير. عدة انفجارات حدثت بالقاعة حاولنا نرممها أكثر من مرة، لكن هل شوف أنت بعد عمليات التحرير القاعة طبعا قلت أنه نتيجة الأعمال الإرهابية دمرت. يشوفوننا بعين الرياضي بعين العراقي. احنا هاي القاعة متعددة الإغراض، كل الرياضات تمارس بها كرة اليد، تمارس بها كرة الصالة، كرة السلة، كل التنس، الطائرة، كل الألعاب تمارس بها. إذن هذه القاعة مهمة ومهمة جدا، يعني هي دعوة لوزارة الشباب والرياضة، ونوعد أهلنا بالموصل وشباب الموصل وأهل الرياضة هناك أنه راح نتواصل مع وزارة الشباب والرياضة حول هذا الموضوع لبناء القاعة بأسرع وقت ممكن، حتى مثل ما قلنا نرجع نلم الشباب شباب الموصل بهذه الأندية وبهذه الفرق ويكونون جاهزين لتنفيذ منتخباتنا الوطنية، وأيضا هم يبتعدون عن كل ما يمكن أن يؤذي مجتمعاتنا وبلداننا. مستمرين بهذه الحلقة الخاصة برياضة الموصل، مباراة أيضا جرت قبل فترة بين ناديي الموصل والشرقاط، نتابع صورها الآن. هذه المباراة اللي جرت على ملاعب جامعة الموصل بالتأكيد، يعني تجمع جميل مثل ما نعرف كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى بالموصل وبكل مكان. الصورة الحلوة، الملعب الجميل، الفريقين، الملابس الحلوة، مباراة كرة قدم. احنا كل زين نعرف اذا مباراة كرة قدم تلعب بالشارع اقل شيء يشوفوها 50، هاي بالعراق. فاكيد هذه المباراة لها جمهور وبها متابعة، وكرة القدم هي سبب جميل لتكون نقطة انطلاق لعودة الرياضة بشكل كبير لمحافظة الموصل. ايضا حكام المباراة نوجه لهم تحية، نشوف الجهاز الفني، شوفوا الملعب شقد حلو، شلون جميل، صورة جميلة لهذا الملعب اللي احتضن هذه المباراة اكيد الودية بين فريقي الموصل والشرقاط. نتمنى دائما مثل هيجي مباريات، مثل هيجي مناسبات ومنافسات تتكرر اكثر من مرة تزداد. اهل الموصل شباب الموصل حقهم علينا، بيهم لاعبين بيهم مهارات نعوضهم سنوات البؤس، سنوات الحرمان، سنوات الدمار اللي مروا بيها. ويعني حقيقة شيء حلو والله المفرح، يجي واحد يقول له هذا الملعب وهذا هذه المباراة بالموصل قبل 6 أشهر 7 أشهر ما يصدق، لكن بهمة وغيرة أبطالنا وشجعاننا من قواتنا المسلحة الباسلة وأهل الموصل الأبطال نشوف اليوم هذا الملعب الجميل، هذه الصورة الحلوة موجودة بهذا الملعب، نتمنى تتكرر. ويعني أيضا عندنا بعد مباراة ثانية راح نتابعها، لكن هذه هي اللقطات الجميلة لهذه المباراة الودية بين فريقي الموصل والشرقاط. أهل اللعبة مدرب فريق الموصل الكابتن محمد فتحي، وأيضا الكابتن عادل الخضير مدرب فريق الشرقاط، تحدثوا عن هذه المباراة تسمعهم. اليوم جرت مباراة بين نادي الشرقاط ونادي الموصل الحقباء الحبيبة
شارك نادي الشرقاط بإعادة الحياة إلى الموصل الحبيبة، والحمد لله شفنا الموصل في خير وأمان، والحمد لله وكرم أهل الموصل معروف. الحقيقة بالنسبة للمباراة اليوم، مباراة اليوم يعني احنا ردناها أن نعيد الحياة ونعيد الرياضة الموصلية إلى ما كانت عليه في السابق. الموصل كان من الفرق الممتازة اللي شارك في دوري العراق وأنجب لاعبين كبار مثل حارس محمد لاعب منتخب العراق السابق، والموصل الحقيقة أمن وأمان إن شاء الله. أول مباراة ودية على ملعب جامعة الموصل ضد نادي الشرقاط الرياضي أحد فرق دوري الدرجة الأولى من محافظة صلاح الدين. الغاية من هذه المباراة هو تكملة إعداد ما قدمناه للفريق من فترة إعداد اللي كانت حول مشارك في الدوري الممتاز، حصل اللي حصل أصبحنا فرق الدوري الدرجة الأولى، راح نمطي ما علينا ونقدم ما علينا للغرض نصعد من الدرجة الأولى للدوري الممتاز. اللاعبين الكل ده شاهدوا، ما عندنا فقط 3 لاعبين من 2 إلى 3 هم اللاعبين الخبرة، والباقي اللاعبين هم لاعبين شباب أول مرة ينزلون في هذا الملعب. لحد اللحظة النتيجة جيدة والأداء جيد مقبول من كل لاعبين وخاصة اللاعبين الاختبارات. نتمنى التوفيق للجميع. بالتأكيد أيضا احنا نتمنى التوفيق للكل. كرة القدم بالموصل كرة ثقيلة، كرة غنية، كلنا نتذكر مثل ما قال الكابتن عادل خضير، الكابتن الكبير القدير حارس محمد، الكابتن عائد أسو، نجوم الموصل، أيضا هو الكابتن محمد فتحي من النجوم اللي لعبوا بمنتخباتنا الوطنية وبأنديتنا الكبيرة في العراق، في بغداد عفوا، وقبل كانوا في الموصل، فبالتالي هذا أمر مهم جدا. السيد رمزي يشيت رئيس الاتحاد الفرعي للمصارعة في محافظة نينوى ويانا عبر التليفون. سيد رمزي بداية مرحبا بك بالشرقية وباللاعب 12، شكرا على تواجدك ويانا بحلقة اليوم. الموضوع الأهم والأساسي والقاعدة لعودة الروح الرياضية، لعودة الروح لرياضة الموصل، قاعة الألعاب الرياضية سواء قاعة نادي عمال نينوى أو غيرها، هل هناك شهيدة يا شيت؟ تسمع لي سيد رمزي؟ شهيدة يا شيت. نعم، قاعة نادي الشهيد اياد شيت للمصارعة. قاعة الشهيد اياد شيت للمصارعة، وايضا قاعة نادي عمان نينوى، لان احنا شوي نتكلم نعم. بشكل عام. نعم نشمل كل الالعاب. اكو وعود سيد رمزي كابتن، اكو وعود ل عودة الحياة لهذه القاعات، يعني قاعة الشهيد ياسين وأيضا قاعة نادي عمال نينوى، أكو تواصل بينكم بوزارة الشباب الرياضة لإعادة بنائها، لإعادة العمل بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نتأمل إن شاء الله من وزارة الشباب الرياضة إعادة كافة البنية التحتية بمحافظة نينوى، سواء قاعة نادي العمال أو نادي شهيد ياسين أو نادي الموصل ونادي الفتوة ونادي نينوى ونادي المستقبل. نحن نتمنى من وزارة الشباب والرياضة إعادة الحياة وإعادة الرياضة إن شاء الله بوجود الخيرين والطيبين. مو بس بالكلام، احنا نتمنى وكلنا نقول إن شاء الله سيد رمزي، لكن إجاكم اتصال من وزارة الشباب والرياضة، اكو وعود انه تجي فلوس، او اكو وقعوا عقود مع شركه تجي تبني لكم القاعه، قاعه المصارعه، قاعه الالعاب الاخرى؟ والله استاذ احنا بالنسبه لنا ان شاء الله وعود، يعني وزير الشباب والرياضه وعد بانه كافه الانديه البنيه التحتيه اللي يعني من قبل داعش تعاد ان شاء الله من وزاره الشباب والرياضه بإذن الله تعالى، أنه يكون وزير الشباب والرياضة أنه على وعده وعلى كلامه، وهذا كلام يعني من سيادة الوزير. أي أعرف، أكو خطوات فعلية سيد رمزي، أكو خطوات فعلية لتنفيذ هذا الوعد؟ والله إحنا قبل أيام أنه مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة نفس سيادة الوزير أن لجنة لإعادة يعني البنية التحتية للأندية بأكملها في محافظة نينوى، وهذا الشيء نحن نتمناه إن شاء الله، سواء من محافظة نينوى من محافظة وإلى مجلسها وإلى كل المسؤولين بالعمل الرياضي إن شاء الله خدمة لهذه المحافظة، لأن محافظة نينوى هي سباقة
للمنتخبات الوطنية بكافة الألعاب الرياضية. زين سيد رمزي، اليوم أنتم بعد التحرير الحمد لله وبعد ما خلصنا من داعش، ارتباطكم الإداري تماما عاد بشكل مستمر وبشكل كامل، وأنتم كاتحاد فرع نحكي شوية على المصارعة بشكل خاص وباقي الاتحادات أيضا الفرعية، ده تتلقون التعليمات من الاتحادات المركزية في العاصمة ومشاركين في البطولات المحلية وفي مناهج الموسم كاملة؟ إن شاء الله إحنا كاتحادات فرعية إلى نتمنى أن ونطلب من الأخ والكابتن رعد حمودي الدعم إلى الاتحادات الفرعية في محافظة نينوى، وبهذا الوقت وبهذه الإمكانية البسيطة من رؤساء الاتحادات أن تقيم بطولات على حسابها يعني الخاص. يعني إحنا كاتحاد فرعي للمصارعة كرئيس اتحاد فرعي إن شاء الله السبت بطولة مهرجان رياضي لعبة المصارعة في محافظة نينوى على قاعة مديرية الشباب رياضة نينوى. نعم طيب احنا نتمنى ان شاء الله من كافة الاخوة. نعم ان شاء الله. استلمتوا اموالكم المجمدة كممثليات واتحادات فرعية سيد رمزي؟ الممثليات اللي هو رئيس الممثلية دكتور خالد محمود عزيز. اي نعم ان شاء الله ينظم وعد، يعني انه سوف يقوم بكافة الاتحادات الفرعية بالنشاطات من المصارعة وإلى كافة الألعاب الرياضية إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم الجودة، الكاراتيه، التيكوندو، المصارعة، كل اللعبات إن شاء الله من غدا. طيب نتمنى لكم كل التوفيق. سيد رمزي شيت رئيس الاتحاد الفرعي للمصارعة في محافظة نينوى العزيزة، ونتمنى لكم التوفيق. الصحفي سيد طلال العامري أيضا يشرفنا تواجده ويانا عبر التليفون بالشرقية وباللاعب 12. سيد طلال بداية مرحبا بك، سعيد جدا بتواجدك ويانا، واليوم كونك واحد من يعني الصحفيين البارزين في محافظة نينوى، يعني استقراءك للواقع بعد التحرير، هل الرياضة في الموصل هذه الخطوات اللي نتابعها بحلقة اليوم من بطولة التنس كمالة سام مباريات ودية بكرة القدم هي فعلا خطوة أولى صحيحة نحو عودة الروح للرياضة بالموصل؟ لو أكو أمور كثيرة مؤثرة على عودة هذه الروح لأهل الرياضة بالموصل. بداية أشكرك زميلي ديان وعلى برنامجك الناجح اللاعب 12 اللي يسلط الأضواء على كل الرياضة العراقية مو بس في المحافظات المنكوبة أو المحررة. أجيبك أولا في بداية لنبعد المجاملات عن الإجابات. تمام. يعني اللي شاهدته قبل قليل أو اللي سمعت له من السيد رمزي شيت كل تمنياته وإن شاء الله نعم صحيح ونعم بالله الكريم إن شاء الله، لكن لماذا لم يقل بأنه لحد الآن ولا مسؤول في محافظة نينوى وأقصد من الرئيس الحكومة المحلية والمحافظ نزولا مهتم اهتمام جدي بالرياضة في محافظة نينوى؟ هذا سبب رئيس لازم احنا نوقف عنده. عقد مجلس المحافظة اجتماع قبل 4 أشهر لوضع اللجنة الأساسية للتحرك وإنعاش الرياضة. طيب. أي فقرة من الفقرات 22 لم تطبق، مع العلم هناك فقرة بالدستور الميزانية العامة للدولة العراقية تقول 5% سنويا من موازنة التي تخصصها الحكومة المركزية تصرف على الرياضة. سنوات هذه الفقرة غائبة ويتصرفون بها كيفما شاءوا. أما نعود للنشاطات التي رأيتها، نعم هذه نشاطات أقيمت بجهود شخصية لأناس أحبوا الرياضة أحبوا أن تعرف الموصل من خلال رئة الرياضة التي نتنفس منها جميعا. رئة الرياضة تحركت بفضل أناس أخيار، يعني لا أريد أن أسمي فلان وفلان وفلان لأنهم معروفون الآن في مدينة الموصل ومحافظتنا بصورة عامة، لم يجدوا أي دعم من بغداد وأقصد الاتحادات المركزية. سادة جان هناك فقرة لم نعلق عليها حتى نحن الإعلامي والصحفيون، ألا وهي أنه هل تعلم أن الاتحادات المركزية منذ العام 2014 إلى هذه الأيام قطعت جميع المنح المقدمة للاتحادات الفرعية وبقيت جميع محافظات العراق من دون أي نشاط؟
هذه الفقرة غائبة، كل الأموال تصرف على الاتحادات المركزية، إنفاقات، سفرات ترويحية، أمور أخرى، والمحافظات فقط يعني تتألم بما تشاهده في المركز. طيب. على هي من تنتج. طيب سيد طلال، يعني أنت ترى أنه ردة فعل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ووزارة الشباب والرياضة كانت يعني سلبية أو ربما أقل بكثير من المتوقع لما لرياضة الموصل ما بعد التحرير، يعني أنتم أهل الموصل ورياضيين الموصل كانوا يتأملون ردة فعل أقوى من وزارة الشباب والرياضة ومن اللجنة الأولمبية بحق الرياضة بالموصل. أستاذ يا راح أستشهد لك بشيء. طيب. منذ العام 2003 تحديدا. نعم. إلى اليوم نحن في العام 2017. أي نعم. لم ترى مدينة الموصل لا رئيس لجنة أولمبية ولا وزير شباب ورياضة يطا أقدام مدينة الموصل. يعني كيف تفسر بعد الدعم يكون؟ يعني فقط استجداء. يعني نعم كلفت أنا قبل فترة بأنه أختار رفض ذهبنا للسيد الوزير أعطانا وعود. هذه الوعود متى تنفذ؟ الوعد تعلم أنت، يعني هناك يقول لك مثل العامية يقول لك مثل الزبد، يعني بالليل جامدت بنطلع على النهار يشيح. يعني ما في واحد يذوب أمام عيوننا. اليوم أقيم بطولة لماراثون نينوى الدولي، الوزارة أرسلت كادر، نعم اللي هو الدكتور علاء عبد القادر وبعض، لكن هل هو بهذا النشاط ستعود الرياضة إلى مدينة الموصل؟ الاتحادات المركزية وكأنها الآن قطعت حبل الود والوصل بين كل اتحادات نينوى. لا بل هناك ما هو أشد وأدى، أتعلم أنه محافظ نينوى قدم اللي هي عبارة عن مبنى ممثلية نينوى اللي يضم جميع الاتحادات الفرعية هدية لإحدى الجهات المتواجدة في مدينة الموصل لكي تستخدمها، ومنع 33 اتحاد فرعي من التواجد في أماكنهم مع رياضيين محكمينهم ورئيس ممثلية و و و وكل هؤلاء الآن بالشارع. يعني كيف تنهى الرياضة؟ أنا من ذا أطرح لك هذه السلبيات، لأن أنا أحمل أمانة وأنت تحمل أمانة. أكيد. يجب أن تصل للمسؤول. أكيد. قبل فترة قالوا أن السيد رئيس مجلس الوزراء عبر جلسة منعقدة قرر صرف 2 مليار دينار لكل نادي يلعب بالدوري الممتاز مزدوجين أمام الممتاز. نعم. يعني المحافظات ما مشمولة. تمام. خصوصا الغربية أو المتضررة أو المحررة، سميها ما تسمي. طيب. إذن المؤسسات بالأمس كانوا، يعني أندية الوزارات بالأمس كانوا يستجدون على ما لديهم، يستجدون من أجل أن يشاركوا بالدوري الممتاز. طيب المحافظات، يعني هناك محافظات لديها جماهيرية، يعني الموصل تعداده 4 مليون إذا لم يزد عن هذا. لو أتينا إلى بغداد لنقل 9 مليون، إذا الموصل مثل سكان بغداد. طيب. أنديتها خارج أي شيء عراقي. من هذا جائز. طيب. وهذا الكلام لا ينطبق على الموصل فقط، الرمادي، صلاح الدين، دياله، وحتى عدد من المحافظات الجنوبيه. اذا هي اليوم دعوه، ومثل ما نقول شراره تنطلق منها من اللاعب 12 ومن الشرقيه، وصرخه مطالبه بالحق لوزاره الشباب والرياضه وللجنه الاولمبيه انه فعلا الالتفات لهذه المحافظات. خلينا نشكر سيد طلال العامر الصحفي الرياضي اللي كان ويانا بدقائق مهمة جدا، وضح بها صورة واضحة، صورة غامضة عن عدم القيام بخطوات فعلية لإحياء الرياضة بالموصل، وعدم اهتمام وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء أو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وحتى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بأنه الموصل تعود إلنا عن طريق الرياضة، شبابها يعودون إلنا، يرجعون لأنديتنا ولمنتخباتنا عن طريق الرياضة بكل الألعاب بكل شيء. اليوم وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس النواب، يعني خليهم تركون أثر طيب إذا ما يشعرون أنه هاي الانتخابات راح تأثر عليهم، والانتخابات الجاية والآن وقت كسب الأصوات، خليهم يشتغلون شغل حلو قبل ما يطلعون، وإذا الناس تحبهم وتريدهم يبقون. فهي خطوة لكي نصرخ بوجه وزارة الشباب والرياضة بوجه الأولمبية انه اهتموا برياضه الموصل. مباراه كره قدم اخرى بين فريقي شرطه نينوى والمستقبل، نتابع لقطاتها الان. هذه هي اللقطات لمباراه ثانيه
ايضا احتضنها نفس الملعب ملعب جامعه الموصل اللي نشوفه بوضع جيد، مدرجاته حلوه، صورته جميله، ويعني فريقين يلعبون في مباراه كره قدم مثل ما قال قبل شويه السيد طلال العامري، كلها بجهود شخصيه وبامكانيات ذاتيه، مو صعبه ولا مستحيله انه هذه المباراة تقام برعاية رسمية من الاتحادات الفرعية ومن وزارة الشباب والرياضة. مجموعة من التصاريح لتصريحات لهؤلاء المدربين، الكابتن يونس خليل والكابتن فتحي سلطان، غانم أحمد ومحمد أحمد، أحمد محمد، يتحدثون عن هذه المباراة. نتابع. ضمن استعدادات نادي المسرق الرياضي لكرة القدم، أقامت الهيئة الإدارية عدة مباريات تجريبية لهذا الفريق، وقامت بتجهيز الفريق من المستلزمات والأغراض المتعددة لغرض تهيئة الفريق لخوض الدور التأهيلي للدرجة الأولى، حيث الفريق مارس أكثر من لعبة وأقام عدة تمارين على ملعب النادي، وسنقوم إن شاء الله بتهيئة ملعب النادي وإقامة أكثر نشاطات ضمن استعدادات الدوري التأهيلي لدرجة ضمن استعدادات نادي المستقبل المشرق الرياضي اللي خضنا عدة مباريات تجريبية في ملعبنا، وهاي اللعبة الأولى تكون على ملعب الجامعة ضد فريق مديرية شرطة نينوى. الحمد لله المستوى يبشر بالخير، احنا مستمرين بالاستعدادات تهيئة للدوري العراقي إن شاء الله، الكل ننتظر إن شاء الله انطلاق الدوري حتى نباشر في مباراة الرسمية. الحمد لله وضع الفريق يبشر بخير، الشوط لو انتهى يعني فمتقدمين هدفين، لكن هذا لا يلغي ان نطمح ان شاء الله نزيد ان شاء الله الغلة من الاهداف. اتمنى التوفيق ان شاء الله للفريقين. اليوم على ملعب جامعة الموصل مباراة بين فريقين شرطة نينوى ونادي المستقبل المشرق، وذلك الاستعداد بطولة، احنا بالنسبة لنا استعداد بطولة كأس السيد والجيل الداخلية ونادي المستقبل لبطولة الدوري التاهيل للدرجة الأولى. حقيقة تشهد مدينة الموصل الآن استعدادات أكثر من فريق ونادي في محافظة نينوى لخوض غمار تصفيات الدوري الدرجة الأولى، منها نادي المستقبل المشرق الذي يعول على نفسه أن يعني يكون ضمن الفرق الدرجة الأولى في بطولة العراق، بالإضافة إلى نادي الموصل الذي أيضا له باع طويل في عالم كرة القدم، يحاول أن يعود إلى الدرجة الممتازة من خلال استعداداته الآن التي تقام في مدينة الموصل. أيضا فريق شرطة الموصل هو أحد الأندية البارزة في محافظة نينوى، وأيضا على مستوى بطولات الشرطة التي تقام سنويا أيضا لديه استعدادات لخوض نهائيات وزير الداخلية. هذه يعني الأندية اللي تحاول أن تستعد لخوض غمار البطولات المستقبلية. الآن تجري استعدادات كثيرة، نتمنى لهذه الفرق الموفقية الكاملة، وأيضا أن تضع في حساباتها أن بعد خروج الموصل من النكبة التي عاشتها أيام داعش تحاول أن تعيد نفسها من خلال إقامة المعسكرات الداخلية، وأيضا لديها طموحات أن تقيم معسكرات خارج مدينة الموصل. هذا أكيد سيعود في الرياضة في محافظة نينوى أن تكون لديها طموح كبير أن توصل إلى مصاف الدرجة الأولى وأيضا الدوري الممتاز. طبعا مو بس كرة القدم، ألعاب كثيرة راح نتابعها، نبدأ بالتنس، التنس الأرضي اللي نشاهد هذه المباراة أيضا بالزوجي تقام على هذه الملاعب، ايضا مبادره حلوه، يعني شباب دا يلعبون تنس في مباريات اكيد وديه، شيء جميل انه هذا الحب لهذه اللعبه ايضا ما زال مستمر، وهذه اللعبه اللي يعني ايضا العراق يمتلك سجل جيد بها نوعا ما، لكن نشوفها بمحافظة الموصل بملعب مكشوف بأجواء جميلة تلعب وتمارس. أهل التنس أيضا تحدثوا عن هذه المباراة وهذه المبادرات، نتابع. شارك
فريق نادي المستقبل المشرق الرياضي لفعاليه التنس الارضي في البطوله التي اقامها اتحاد الفرعي للعبه لاتحاد التنس الارضي، وكل الشكر والتقدير ايضا لمجلس قضاء الموصل المتمثله بلجنه شباب الرياضه بالاستاذ مروان نزار، وكل الشكر والتقدير لنادي نينوى الرياضي التي استضافت هذه البطوله. برعايه لجنه الرياضه والشباب في مجلس قضاء الموصل اقام الاتحاد العراقي المركزي للتنس الارضي فرع نينوى بطوله المحافظه لانديه رياضيه على ملعب نادي نينوى الرياضي. نشكر نادي نينوى الرياضي وايضا استضاف هذه البطوله ضمن البطولات التنشيطيه التي قمنا بالفتره الاخيره باعاده تنشيط جميع الالعاب الفرديه من اجل عوده الرياضه الموصليه مره اخرى. على مدى 30 يوم استضافينا بطوله المحافظه للتنس الارضي التي اقامها الاتحاد الفرعي بالتعاون مع لجنه الشباب والرياضه والتعاون مع نادي نينوى الرياضي، وكانت بطوله شيقه في غابات الموصل. الحمد لله بعد تحرير المدينه يعني رجعت النشاطات للاتحادات وللرياضه في عموم محافظه نينوى، وهذه البطوله كانت بطوله يعني افرزت لاعبين رواد جيدين يعني، واليوم نهائي البطوله كما تشاهدون، وان شاء الله نادي نينوى الرياضي مفتوح لجميع الاتحادات في محافظه نينوى. ونادينا حاليا عندنا الاسبوع القادم نهائي بطوله الانديه والمؤسسات، ان شاء الله نكون عند حسن ظن جميع الرياضيين بالمحافظه ونخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وإن شاء الله محافظة نينوى تنعم بالأمن والأمان بعد تحريرها من دنس الإرهاب، وإن شاء الله بالأيام القادمة جميع الأندية الرياضية تشارك بالمحافل على مستوى القطر. نادي نينوى الرياضي نهائي بطولة الرواد المفتوحة للمحافظة والتي شارك فيها أكثر من 24 لاعب على مستوى المحافظة واستمرت لأكثر من شهر، وأفرزت هذه البطولة عن لواعيب من بالنسبة للرواد الذين عادوا تجديد نشاطهم الذي كان مقطوع بالفترات السابقة. والله منافسات جيدة بالنسبة للواعيب، لأن كان قسم من عندهم هم أساتذة في كلية التربية الرياضية ومدربين سابقين ولاعبين سابقين عادوا نشاطهم، لأن تعتبر هذه بطولة الرواد الأولى التي يجريها الاتحاد الفرعي لتنس نينوى. ايضا بالفتره الماضيه العاب القوى كانت حاضره ايضا بمشاركات بمجهودات فرديه بطولات العاب القوى، وكلنا نعرف الموصل وقيمتها. شوف الصور الجميله الان، مهرجان جميل، اطفالنا الصغار الله يحفظهم ان شاء الله يا ربي، اولادنا اللي دا يستعرضون هذه الفعاليات لبطولات العاب القوى ايضا اللي احتضنتها محافظه الموصل بعد التحرير. ايضا تصريحات لأهل اللعبة ألعاب القوى، نتابعهم ونرجع لكم. بسرور بالغ يسرك مؤسسة نينوى أن اتحاد ألعاب القوى في نينوى اتحاد هذا الاتحاد المتميز حقيقة في جهده وفيها إقامة هذا النشاط الفعال، إقامة نشاط عروس الألعاب في أرض جامعة الموصل وبحضور هذه الشخصيات الحكوميه والشخصيات الرياضيه من انديه واتحادات، وهذه الانديه المشاركه حقيقه كان انديه كبيره جدا من حيث انه انديه من سهل نينوى ومن جنوب الموصل ومن شمال الموصل وانديه ايضا من مركز قضاء الموصل، عدد كبير يتنافسون بتنافس طيب، وايضا مشاركه مدارس اهليه في بعض الفعاليات اللي تغلت بحب العراق حب الوطن. نشكر هذا الاتحاد على ما بذلوا من جهود، ونشكر كل الجهات المساهمه في انجاح هذه البطوله، وشكرا وتقديرا ايضا للساده الاعلاميين اللي واكبوا وغطوا هذا النشاط المتميز. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلدنا ويحفظ شعبنا. بطوله ايضا بكمال الاجسام التئم بها شبابنا العراقي، شباب الموصل، ودخلوا فيها. شوف هذا الحضور الجماهيري ما شاء الله، يعني الناس تتابع هيك بطولات، شغف عشق للرياضة بكل أنواعها بكل تفاصيلها. بطولات البناء الأجسام اللي أندية الموصل، شبابنا خطوة جميلة، خطوة حلوة نشوف تقام بالموصل. فرح كبير لما نشوف الموصل المحررة، الموصل العراقية بها هذه الصورة وبها هذه البطولات المهمة. أيضا لقاء عن هذه البطولة نتابعه. نظم الاتحاد العراقي المركز بناسان فرع نينوى بطولة الصالات الأهلية. الحمد لله والشكر بعد ما خلصنا من داعش
هاي أول بطولة تكون للاتحاد الفرعي لبلاد السام، وهاي البطولة كانت تجربة والحمد لله البطولة كانت ناجحة وكلها جيدة، والحكام كان نتائجهم كلش زينة، وإن شاء الله نشكر نادي المستقبل اللي ضاف هاي البطولة، وإن شاء الله على 2018 راح تكون عندنا بطولات أكثر لبناء السفر علينا. أولا يعني آخر شغلتين على السريع، خلينا نشكر سيد جمال البدراني مراسل الشرقية في الموصل وكل الشباب الرائعين الأبطال الشجعان اللي يتابعون هذه الفعاليات والأحداث الرياضية بمحافظتنا العزيزة الموصل، مكتب الشرقية بالموصل أيضا كل الشكر الجزيل لكم على هذا العمل الكبير بهذه الحلقة اللي حلقة يعني حقيقة رائعة، ويعني أيضا شكر جزيل لكل من يساهم بعودة الروح لرياضة الموصل. نتمنى الخير للموصل وأهلها ولكل محافظة ولكل ذرة بتراب العراق ومحافظات العراق، إن شاء الله يا رب الجاي أحسن. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء.